أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة Private Math Lessons. Today إن شاء الله we are going to take lesson 6 which is entitled Factorizing by Grouping. الدرس بتاع النهاردة يعتبر استكمالا لسلسلة دروس الفاكتورايزيشن. يعتبر من الدروس المتوسطة، يعني لا هو صعب قوي ولا هو سهل قوي. الفكرة بتاعته الأساسية مبنية على الكومون فاكتور. لما تيجي تبص الاكسبريشن بتاعه بتلاقي ان في صفة بتميزه انه بيتكون من 4 terms. يبقى عشان اعرف ان انا في lesson 6 هتلاقي الاكسبريشن جاي لك 4 terms او ممكن more، ممكن يجي لك اكتر من 4 terms لكن 3 terms لا. يبقى الدرس ده انت مش هتتلخبط في ان انت تعرف ان انت في lesson ايه، في lesson 6. طيب فكرة الدرس مبنية ان انا بعمل association between 2 terms. ال 2 terms دول بقدر اخد منهم common factor. هناخد الفور تيرمز نقسمهم لايه؟ لتو جروبس. طيب تعالوا مع بعضينا نشرح الليسون على اكزامبلز. هنا في الاكزامبل ده بيقول لي فاكتورايز ax + ay + bx + by. زي ما انتم شايفين في عندي فور تيرمز. الفور تيرمز دول معمول لهم اديشن. اتفقنا ان الفاكتورايزيشن يعني تحول لي من الادد تيرمز لمالتبلايد براكتس. لما تيجي تبص بعينك تلاحظ الاتي، تلاحظ في عندك هنا ايه وعندك هنا A، وتلاحظ ان هنا في B وهنا في B. يبقى انا يفضل اخد التو تيرمز دول مع بعض واخد التو تيرمز دول مع بعض. اقول ان هي هتيكوال معايا AX بلس AY واحطهم كده بتوين براكت واعمل بلس الساين دي على طول بلس. دائما وابدا في كل مسائلنا هنعمل الساين دي بلس. يبقى مين معايا بعد كده؟ يبقى ال BX بلس البي ايه؟ البي واي. طيب تعالى بص هنا على البراكت ده والبراكت ده. البراكت ده تلاحظ ان انت ممكن تطلع الاي من هنا ومن هنا از كومون فاكتور، وكذلك البي تطلع من هنا ومن هنا از كومون ايه؟ ا كومون فاكتور. طيب لما ناخد الاي من هنا يديني ايه؟ يديني ايه؟ يبقى هنا اكس بلس مين؟ اكس بلس الواي. بلس لما اخد البي يبقى هنا مين؟ يبقى هنا اكس بلس مين؟ اكس بلس الواي. طيب هل انا بعد الخطوه دي انا كده عملت فاكتورايزيشن؟ لا، استيل ما عملتش فاكتورايزيشن عشان ايه؟ عندي بلس ساين. لازم تتحول المساله كلها الملتبلاي تيرمز. تلاحظ بعينك ان في عندي هنا البراكت ده والبراكت ده زي بعضيهم، فهاخد البراكت ده بره از كومون فاكتور، ومن الترم ده هاخد البراكت ده از ايه؟ از كومون فاكتور. تحول معايا المساله للاتي: اكس بلس مين؟ اكس بلس الواي تايمز الترم ده لما اخد منه اكس بلس واي يبقى ايه؟ بلس الترم ده لما اخد منه اكس بلس واي يبقى بي. وتبقى هي دي نهايه المساله، اكس بلس الواي تايمز اي بلس البي. لو جيت عملت ديستريبيوشن للاكس هنا وهنا وللواي هنا وهنا هيطلع لك الفور ترمز الايه؟ الاصليين دول. طيب يبقى انا الليسون بتاعي مبني على ايه؟ الليسون بتاعي مبني مينلي على فكره الكومون فاكتور. مجموعة من الكومون فاكتورز هقدر اوصل بيها لايه؟ لنهاية المسألة. طيب تعالوا نشوف اكزامبل 2. فاكتورايز 2a سكويرد ماينس 2b بلس ab ماينس a ماينس 4a. تلاحظ الاتي، عندك هنا a سكويرد وعندك هنا a وعندك هنا a. طيب اخد الa سكويرد مع هنا ولا مع هنا؟ مبدئيا انت ممكن تعمل ترايلز ممكن ما تجيش معاك مظبوطة، يعني مش شرط تيجي معاك من أول مرة. ممكن أعملها والاقي ان انا التو تيرمز اللي خدتهم مش هيوصلوني لنهايه المساله. فتعال نجرب مثلا ناخد دي كده، يعني مبدئيا احنا شايفين هنا 2 هنا 2. ممكن واحد يفكر ياخد الاثنين دول وياخد منهم التو كومون، لكن لما هتاخد التو از كومون الاي سكويرد ماينس بي مش هتعرف تاخدها بعد كده كومون فاكتور. طيب لما ناخد مثلا دي ناخدها مع مثلا اخدها مثلا النيجاتيف 4 اي. تعال نجرب هنعمل كده 2 اي سكويرد ماينس ال 4 اي الفور ايه، وقلنا نعمل على طول بلس. مين يبقى معايا؟ يبقى معايا نيجاتيف 2 بي بلس الايه؟ الاي بي. طيب تعال نشوف هنا ممكن اخد ايه الكومون فاكتور من هنا. ممكن اخد 2 اي. لو خدت من هنا 2 اي يبقى معايا هنا مين؟ يبقى هنا اي ماينس 2. الكلام ده بلس. اخد هنا مين؟ اخد البي. لو خدت هنا البي يبقى معايا نيجاتيف 2 بلس مين؟ بلس الاي. تيجي تبص بعينك ليها ظابطه معاك ما عدا البراكت ده، عايزين نحط ده مكان ده. طب ما احنا ممكن نحطه عادي. انا عندي نيجاتيف 2 بلس ايه هي ايه ماينس 2. يعني تعالى اظبطها لك هنا كده.
يبقى A minus 2 الكلام ده بلس ال B تايمز ال A minus ال A ال 2. يعني لو كنت كتبت المسألة كتبت ده الأول وده بعديه كان طلعت لي A minus 2. تلاحظ إن ال A minus 2 ظابطة معاك هنا وظابطة معاك إيه؟ هنا ناخدهم هما الاتنين بره as a common، يبقى أنا عندي A minus ال 2 تايمز ال 2A بلس مين؟ بلس ال B. أنا بدأت المسألة خدت مين؟ خدت ديت مع ديت. تعالى نجرب ناخد دي مع دي كذا، هل هتظبط معايا ولا مش هتظبط؟ تعالى نشوفها كده. لو انا خدتها هنا كده خدت ال 2a سكويرد خدتها بلس ال a b بلس، وخدت هنا هيبقى معايا نيجاتيف ال 2b ماينس ال 4a. طب تعالى نشوف لما اخد ال a از كومن فاكتور يبقى معايا هنا ال 2a بلس مين؟ بلس ال b. طيب لما اجي اخد هنا بقى از كومن فاكتور هاخد مين؟ هياخد النيجاتيف 2. لما اخد النيجاتيف 2 هنا يبقى لي هنا b ماينس 2 سوري بلس 2 2a. نظبطها اللي هي هيبقى عندي هنا a هنا 2a بلس ال b هنا ماينس 2 وهنا ال 2a بلس مين؟ بلس ال b. طب ناخد 2a بلس ال b as a common يبقى 2a بلس ال b يبقى من هنا يبقى ال a ويبقى من هنا نيجاتيف ال a نيجاتيف ال 2 زي هنا بالظبط. يبقى انت ممكن المساله تيجي معاك عن طريق كومونز بتوين ديفرنت تيرمز. المهم ان انت توصل في الاخر بالمساله لتو براكتس زي دول معمولهم ملتيبليكيشن. نيجي نشوف اكزامبل 3 بيقول لي فاكتورايز اتش اوف ذا فولوينج. هنا عندي اكس باور 3 ماينس 3 اكس سكويرد بلس 27 ماينس 9 اكس. خد بالك المساله وجات لك في الاول وفي كل التيرمز فيهم كومون لازم تطلعه بره، انه هيضايقك قوي انت شغال في المساله وما طلعتوش. طيب هنا ما تيجي نشوف لو هناخد الاكس باور 3 مع نيجاتيف 3 اكس الاثنين دول وناخد دول مع بعضهم. هنا اكس باور 3 ماينس 3 اكس سكويرد اولوز بلس، هنا 27 ماينس 9 اي ماينس 9 اكس. تعال نشوف هنوصل بيها ليه. هنا ممكن اخد اكس سكويرد از ا كومن يبقى معايا اكس ماينس الاي اكس ماينس 3 هنا بلس. هنا هاخد ايه كومن؟ هاخد 9 از كومن، هاخد هنا 9 يبقى معايا هنا 3 ماينس الايه ماينس الاكس. تيجي تبص بعينك تلاقي ان المشكله عندك ان الترم ده مش زي الترم ده، التو تيرمز جايين مكان بعض. طيب ازاي اغير البوزيشن بتاع التو تيرمز دول؟ اغير البوزيشن ده لو خدت نيجاتيف 1 از كومن. يبقى احنا هنتفق معانا على هذا التكنيك، لما تلاقي التو تيرمز عندك عايز تحطهم مكان بعض نطلع نيجاتيف 1 بره. يبقى لما اخد نيجاتيف 1 از ا كومون تبقى معايا المساله بالمنظر ده. هاخد نيجاتيف بره يبقى دي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 9. هنا ال 3 عندي تبقى نيجاتيف 3 والنيجاتيف اكس تبقى بوزيتيف ايه؟ تبقى بوزيتيف اكس. انا ممكن اعملها بسرعه بس انا بحاول ابسطها كده عشان تاخد بالك منها. يبقى هنا هيبقى اكس سكويرد هنا اكس ماينس ال 3 ماينس ال 9 وهنا عندي اكس ماينس 3. يعني ايه؟ جبت دي مكان دي. تبص بعينك ادي تير وادي انذر تير. الاكس ماينس 3 از ا كوم يبقى ممكن اخد الاكس ماينس 3 بره. لما اخد الاكس ماينس 3 بره من الترم ده يبقى مين؟ يبقى اكس سكويرد، ومن الترم ده يبقى مين؟ يبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 9. لما تيجي تبص المساله برده تلاقي ان البراكت ده ممكن اعمل له فاكتورايزيشن ديفرنس بتوين تو سكويرز، يبقى هتيكوال معايا الاكس ماينس 3 تايمز اكس ماينس 3 اكس بلس 3. نيجي نشوف المسألة اللي بعديها. Example 2 x squared minus 4 y squared minus 5 x plus 10 y. لما تيجي تبص بعينك للمسألة دي عينك تلمح التو تيرمز دول. التو تيرمز دول عبارة عن difference between two squares اللي هو هيديني x minus 2 y times x plus mean plus 2 y. لما نيجي نبص للتو تيرمز دول تلاقي ان انت ممكن تاخد negative 5 as a common. يبقى لما اخد negative 5 يبقى معايا هنا ايه؟ x ماينس ال 2a ال 2y. يعني انا باخد النيجاتيف 5 من 10 بالديفيجن، يبقى 10 ديفايدد نيجاتيف 5 يدي نيجاتيف 2. طيب تعالى بص بعينك في عندي كام ترم هنا في المساله؟ في عندي ادي كل ده ترم وكل ده ايه؟ ترم. هل في منهم حاجه كومون؟ في البراكت ده والبراكت ده الاثنين كومون. يبقى هاخد البراكت ده از كومون يبقى x ماينس ال 2y يبقى معايا من هنا x بلس 2y ويبقى معايا من هنا ماينس الـ A ماينس الـ 5. نيجي نشوف اللي بعد كده. Example 4 12x power 3
نيجاتيف 8x سكويرد بلس 18x سكويرد y ماينس 12x y. المسألة دي مهمة جدا لأن أنت عندك لما تيجي تبص للفور تيرمز في عندك x as a as a com. بص الـ x موجودة في كل الـ a التيرمز. دي لازم أسحبها بره الأول. لو ما سحبتش الكومون ده بره قبل الفور تيرمز تشتغل عليهم هتلاقي المسألة معاك بقت صعبة جدا. طيب لما أخد الـ x as a common خد بالك أنا ممكن أخد الـ x وعندي برضك هنا إيه الـ 12 والـ 8 والـ 18 والـ 12 في بينهم common 2 فممكن ناخد 2x as a common. لما اخد ال 2x as a common يبقى هنا عندي ايه 6x squared هنا minus هيبقى 4x طب هنا هيبقى plus 9xy وهنا هيبقى minus ال 6a ال 6y. طيب لما تيجي تبص للمسألة دي انا ممكن اخد الترم ده والترم ده as a common عشان بينهم x وهنا في بينهم ايه في بينهم y يبقى هيديني هنا الاتي 2x تفضل معايا لنهاية المسألة. مين هيبقى معايا جوه؟ هعمل جروبينج ما بين 6x squared minus 4x always plus وهنا 9xy minus 6a 6y. تعال نشوف هنوصل لايه. يبقى عندي هنا ال 2x هنا اخد مين common؟ هاخد ال 2x as a common يبقى معايا هنا ال 3x minus 2 هنا هيبقى بلس اخد مين هنا كومون اخد 3y as a common يبقى مين معايا هنا لما اخد 3y يبقى هنا 3x minus الايه minus 2. طب تعالى بص للتو تيرمز دول تلاقي ده كده وده كده ممكن اخدهم ايه اخدهم بره as a common يبقى معايا 2x اللي هو موجود بره اصلا مين هيطلع له 3x minus 2 مين هيبقى جوه هنا هيبقى 2x من هنا بلس مين بلس 3y من الناحيه الثانيه ويبقى هي دي نهايه الايه المساله ان انا حولت كل الادد تيرمز لايه لمالتيبلايد براكتس. نيجي نشوف اكزامبل 5 النوعيه دي من الاكزامبلز هتيجي تبص على الفور تيرمز تلمح ايه بقى تلمح ان انت عندك اكس سكويرد عندك واي سكويرد عندك تيرم في اكس وواي وتلاحظ بقى ان النمبرز اللي موجوده مع الاكس سكويرد والواي سكويرد الاثنين بيرفكت سكوير ده طبعا ليسون كام ده ليسون 3 اللي هو كان بعنوان البيرفكت سكوير تراينوميالز يعني ده عباره عن ايه ده عباره عن اكس هنا عندي الساين ماينس يبقى ماينس 5 a 5 y على طول سكوير الكلام ده هيبقى ماينس ايه الكلام ده هيبقى ماينس ال 36 لما تيجي تبص بعينك هنا المساله هتتحول معاك من الفاكتورايزيشن باي جروبنج لليسون 4 لان ليسون 4 الديفرنس بتوين تو سكويرز ازاي لان انت عندك ال 36 دي عباره عن ايه عباره عن 6 باور 2 يعني المساله دي عباره عن x ماينص ال 5y سكويرد ماينص ال 6 باور ايه باور 2 اللي هي x ماينص ال 5y ماينص ال 6 تايمز x ماينص ال 5y بلس ايه بلس ال 6 المسألة اللي بعد كده نفس الكلام لما تيجي تبص هتلاقي عندك x squared هنا عندي 1 هنا عندي y squared وال 9 is perfect square وتلاحظ ان في term في x y والفري term ده تلاحظ ان هو برضه perfect على طول اعرف ان المسألة دي فيها جزئية بتاعت lesson 3 يعني ده هيتحول لايه؟ هاخد ده مع ده مع ده اوضبها اللي هي x squared اخد اللي هي plus 6xy plus 9y squared minus mean minus 25 المجموعة دي كلها perfect ايه perfect square trinomial اللي هت equal معاك x plus 3y all over a squared وعندي هنا minus 25 is a is 5a 5 squared يبقى دي هتتحول معايا ناخد ده مرة مع ده بالنيجاتيف وده مرة مع ده بالبوزيتيف يبقى x plus 3y minus 5 times x plus 3y بلس الـ A بلس الـ 5. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض الـ Selected Exercises على Lesson 6. بيقول لي Factorize each of the following AX plus BX plus AY plus BY. واضحة إن هنا في X وهنا في x هناخدهم مع بعض وهنا في y الكلام ده هيبقى بلس
اي واي بلس البي واي. طيب ناخد ايه كومن، هناخد الاكس كومن، يبقى معايا ايه بلس واي، ويبقى هنا ايه، ويبقى من هنا بي. لما نيجي نبص للتو ترمز دول نلاقي ان الاي بلس بي وهنا ايه بلس بي، يبقى ناخده كومن، يبقى عندي هنا ايه بلس البي تايمز، يبقى هنا اكس ويبقى هنا واي. البلس دي اللي هي دي. نيجي اللي بعديه، هنا في عندي بي وهنا في بي، هنا في اتش وهنا في ايه اتش. انا بعيني لمحت الكلام ده، يبقى اخد الاثنين دول مع بعض، اي بي بلس البي دي بلس، ودي زي ما اتفقنا على طول بلس اي اتش ماينس دي اتش. ناخد البي از ا كومن، يبقى هنا ايه، لما اخد البي يبقى ايه، النيجاتيف ساين تنزل، لما اخد البي يبقى دي، الكلام ده بلس، هاخد الاتش يبقى هنا ايه، النيجاتيف ساين تنزل يبقى هنا ايه، يبقى دي. طيب نيجي نبص بعينينا نلاقي ان الاي ماينس الدي از كومن، يبقى اخد الاي ماينس دي كومن من الترم ده ومن الترم ده، يبقى معايا مين من هنا، يبقى معايا البي، البوزيتيف ساين تنزل، وهنا يبقى الاتش. السؤال اللي بعد كده، بعيني شايف اكس واكس وواي وواي، بس الواي كومن بين ده وده، يبقى نغير. تعال ناخد ده مع ده، هنا في ايه وهنا في ايه، وهنا في واي وهنا في واي، يبقى ناخد الاي اكس بلس الاي ونحط دي بلس، ويبقى معايا هنا واي اكس بلس الواي. ناخد الاي از ا كومن، يبقى معايا هنا اكس بلس ال1. لما اخد الاي دي بره ما تقوليش يبقى 0، لا يبقى 1، لان انا لما باخد الاي بقول ايه ديفايدد ايه يديني 1. هنا بلس، اخد الواي يبقى معايا اكس بلس ال1، الاقي اكس بلس 1 واكس بلس 1، يبقى هنا عندي اكس بلس 1 كومون، يبقى معايا من هنا ايه، ويبقى معايا من هنا ايه واي. كل دي مسائل سهله بيدربك وبيفهمك ازاي تعمل الفاكتورايزيشن باي جروبنج. بروبلم 4، عندي هنا ايه وهنا ايه، تعال نجرب ناخدهم مع بعض، بس هنا مش هتلاقي حاجه، بس هنا هيبقى ام ماينس ان، يعني لما اقول لك كده اي ام ماينس الاي ان، الكلام ده بلس ام ماينس الان. تعال خد الاي من هنا ومن هنا، يبقى معايا ام ماينس الان بلس مين، ام ماينس الان. طب ده زي ده، تاخده بره، يبقى ام ماينس الان تايمز، هنا يبقى ايه بلس، هنا يبقى 1. ممكن نحلها بطريقه ثانيه، اه تعال نجرب مثلا ناخد دي مع دي، الاي ام بلس الام بلس هنا ماينس الاي ان ماينس مين، ماينس الان. ناخد من هنا ام يبقى ايه بلس ال1، هنا ناخد نيجاتيف ان يبقى ايه بلس مين، لما اخد نيجاتيف ان من هنا يبقى ايه بالبوزيتيف، ولما اخد نيجاتيف ان من هنا يبقى ايه بوزيتيف 1. تعال خد بقى الاي بلس 1، يبقى هنا ام ويبقى هنا نيجاتيف ايه، نيجاتيف ان. يعني ممكن المساله تمشي معاك باكتر من سيناريو. طب نيجي هنا، في عندي هنا اكس وفي عندي هنا اكس وعندي واي وواي. طب تعال ناخد الترمز اللي فيها الاكس مع بعض، يعني الاي اكس ماينس السي اكس، الكلام ده هيبقى بلس. تعال ناخد الاي، نظبط الاي وراها السي عشان هنا في اي وسي، يبقى اي واي ماينس السي اي السي واي. ناخد الاكس من هنا، يبقى عندي يبقى اي ماينس سي، ناخد الواي من هنا يبقى اي ماينس الاي ماينس السي. ناخد دي كومن، اي ماينس السي يبقى معايا اكس بلس مين، اكس بلس الواي. اللي بعديها ناخد الاكس مع الاكس والواي مع الواي، ام اكس ماينس الان اكس، الكلام ده بلس. ناخد الام الاول عشان تظبط مع دي، بس الام عندي هنا بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف ام واي بلس ان ايه ان واي. ناخد الاكس من هنا كومون، يبقى معايا ام ماينس ان، الكلام ده. هاخد ايه من هنا كومون، هاخد الواي. طب انت لو خدت الواي، طب امشيها واحده واحده، ادي الواي ويبقى عندي هنا نيجاتيف الام بلس مين الان. تلاقي ان التو ترمز دول زي بعض بس في اختلاف في الساين. اتفقنا مع بعضينا لما احب اعكس التو ترمز مع بعض باخد نيجاتيف 1 از ا كومون، يعني هنا هيديني اكس هنا ام ماينس الان، لما اخد نيجاتيف 1 يغير لي الساين دي تبقى دي نيجاتيف واي،
والتو تيرمز دول ده يبقى ام وده يبقى نيجاتيف الايه؟ نيجاتيف الان. نلاقي ده زي ده، يبقى انا عندي ام ماينس الان، وانا عندي اكس ماينس المين ماينس الواي. اللي بعديها ما قداميش غير ان اخد الاكس مع اكس، يبقى انا عندي اكس واي بلس 7 اكس، الكلام ده بلس 5 واي بلس الايه؟ ال 35. ناخد الاكس من هنا كومون فاكتور، يبقى معايا هنا واي بلس 7 هيبقى بلس، اخد من هنا ال 5 از كومون فاكتور، يبقى معايا هنا واي 35 ديفايدد 5 از ايه؟ از 7. الاقي واي بلس 7 واي بلس 7 ناخدها بره، يبقى انا عندي هنا واي بلس 7 يبقى من الترم ده اكس بلس ساين تنزل، يبقى من الترم ده 5. يبقى الثلاث خطوات دول اساسيين في حلك لمساله الفاكتورايزيشن باي جروبنج. اكسرسايز 1 كله اكسرسايز سهل بيعرفك ازاي ايه تبدا في المساله. نيجي اللي بعد كده 7x minus 28 وعندي ax minus 4a 4a. دي ممكن تيجي معاك باكتر من طريقه، تعال نجرب كده. لو خدنا 7x minus 28 بلس الax minus 4 اخد من هنا 7 يبقى لي اكس ماينس ال 4، اخد من هنا هنا ايه اكس ماينس 4 ايه، اخد من هنا الاي يبقى لي اكس ماينس الايه ال 4. خد بقى اكس ماينس 4 يبقى من هنا 7 يبقى من هنا ايه. طيب ممكن احلها بطريقه ثانيه، تعالى ناخد ال 7 اكس مع الاي اكس، الكلام ده بلس، ناخد نيجاتيف 28 وهنا نيجاتيف ال 4a، هنا ناخد الاكس از كومن يبقى معايا 7 بلس الا، هنا ناخد نيجاتيف 4 از كومن يبقى معايا هنا 7 بلس الا، ناخد 7 بلس a از كومن يبقى معايا هنا اكس ماينس الا ماينس ال 4. ممكن المساله تمشي معاك باكتر من سيناريو. طب نيجي اللي بعد كده، انا يا تلمح ال ال وال ال وال ام وال ام، خلاص خد ده مع ده. يبقى انا عندي هنا كده 5L minus AL كلام ده بلس نيجاتيف 10M بلس 2AM، ناخد ال L common يبقى معايا 5 minus A، هنا يبقى ناخد نيجاتيف ال A نيجاتيف 2M، نيجاتيف 10M divide نيجاتيف 2M يديني 5، 2AM لما اخد منها نيجاتيف 2AM يديني نيجاتيف A، ناخد دي كومن يبقى 5 ماينس ال A، يبقى معايا من هنا L، يبقى معايا من هنا ال 2M. اللي بعد كده شايف A و A وشايف B و B، خلاص نجمع ناخد دول، يبقى 3AX ماينس ال A بلس نيجاتيف 6BX بلس 2A 2B، ناخد الـ A as a common يبقى لي 3x minus 1، هنا ناخد ايه هنا عشان يبقى لي الـ x بالبوزيتيف، يبقى ناخد نيجاتيف 2b، نيجاتيف الـ 2b، لما اخرج من هنا الـ b واخرج النيجاتيف واخرج 2 من الـ 6 يبقى لي 3x، لما اخرج من هنا نيجاتيف 2b يبقى لي نيجاتيف الـ A نيجاتيف الـ 1، ناخد 3x minus 1 as a common يبقى معايا هنا ايه؟ ماينس 2 بي. اكسرسايز 2 فاكتورايز اتش اوف ذا فولوينج. اول بروبلم عندي سي سكويرد بلس سي دي بلس دي اتش بلس سي اتش. طيب لما اجي ابص بعيني الاقي هنا سي والاقي هنا ايه؟ سي، والاقي هنا دي والاقي هنا دي، بس لو خدت دي مع دي هتفوتني فرصه ان انا اخد الدي مع الدي. طيب انا شايف عندي هنا اتش وهنا ايه؟ وهنا اتش، يبقى ممكن ناخد سي من هنا واتش من هنا، وممكن اخد ده مع ده واخد منهم سي، وممكن اخد التو تيرمز واخد منهم دي، يعني ممكن يكون ليها اكتر من ايه؟ اكتر من طريق. طيب هناخد التو تيرمز دول مع بعض، يبقى انا عندي هنا سي سكويرد بلس السي دي كلام ده بلس دي اتش بلس السي اتش، ناخد من هنا سي يبقى سي، وهنا عندي سي بلس الدي، واخد من هنا الاتش ويبقى دي بلس مين؟ بلس السي. دي بلس سي هي هي سي بلس دي، يبقى اخد ده كومن، يبقى سي بلس الدي
يبقى بره سي بلس مين؟ بلس الاتش. نيجي اللي بعديها 6m سكويرد ماينس n بلس 2m ماينس 3mn. طيب لما نيجي نبص هنا نعمل ايه؟ الاقي هنا m اهو وهنا في ايه؟ في m، وعندي هنا n و n. طب ناخد التو ترمز دول مع بعض والتو ترمز دول مع بعض، يبقى عندي 6m سكويرد بلس 2m بلس هنا نيجاتيف ال n ماينس 3mn. لما اخد من هنا m وفي عندي 2 كمان ممكن اخدها، يبقى لما اخد 2m يبقى معايا من هنا 3m بلس مين؟ بلس ال 1. طب هنا ناخد مين؟ ناخد ال n واخد النيجاتيف، يبقى اخد نيجاتيف ال n، يبقى هنا معايا 1 بلس مين؟ 3m. ال 3m بلس 1 هي 1 بلس 3m، يبقى اخدها كومن، يبقى عندي 3m بلس ال 1 تايمز 2m اللي هي بقت من هنا ماينس ال a ماينس ال n. اللي بعديها يلفت نظرك ان هنا في L وهنا في L، يبقى ناخد الاثنين دول مع بعض والاثنين دول مع بعض، يبقى 8MN ماينس 2M سكويرد، الكلام ده بلس 12NL ماينس 3ML. ناخد من هنا M as a common وفي عندي 2، يبقى عندي 2M. لما اخد 2 من ال 8 بالديفيجن يديني 4، لما اخد ال M يديني ال N ماينس التو، خدتها بره وخدت ام يديني ماينس الايه؟ ماينس الام. هنا هيبقى بلس، هاخد ال ال واخد 3 يبقى 3 ال، يبقى معايا هنا 4 ان، ويبقى معايا هنا ماينس الايه؟ ماينس الام. ظهر البراكت ده زي ده، ناخده بره كومن، يبقى هنا 4 ان ماينس الام، يبقى من هنا 2 ام بلس مين؟ 3 ال. اللي بعديها هنا في عندي x و x وفي y و y. طب ناخد ده وده والوايات ناخدها من هنا، يبقى x squared minus 2xz، الكلام ده plus negative 2xy plus 4yz. ناخد من هنا ال x، يبقى معايا x minus 2z، واخد من هنا ناخد ال y ومعايا 2 يبقى plus 2y، يبقى من هنا نيجاتيف الاكس، ويبقى من هنا بوزيتيف ال 2a 2z. الاحظ ان البراكت ده والبراكت ده شكلهم قريب، في مشاكل عندي في الساين، يبقى ناخد نيجاتيف بره، يبقى عندي هنا هيبقى اكس، وهنا عندي اكس ماينس ال 2z ماينس ال 2y، وعندي هنا هيبقى اكس ماينس ال 2a 2z. ناخد اكس ماينس 2z كومون، يبقى معايا x ماينس الـ a 2y. اللي بعد كده نيجي نبص بروبلم 5، تلاحظ بعينيك وجود اكتر من سكويرز عندك، في عندي a سكويرد b سكويرد c سكويرد. في الحاله اللي زي دي تبتدي بقى تفكر ان انت ممكن تاخد 3 تيرمز مع بعض وتعمل لهم فاكتورايزيشن بليسون 3، او ممكن تاخد 2 تيرمز مع بعض زي ال b سكويرد c سكويرد واعمل لهم ديفرنس بين 2 سكويرز. لكن انا عندي الترم ده a و b يغريني ان انا اخد ال a سكويرد وال b سكويرد معاه، لان احنا كنا اما نيجي نبص لده ده عباره عن بيرفكت a بيرفكت سكوير، اللي هو a بلس ال b الكل a الكل سكويرد، بيديني ايه؟ بيديني a سكويرد بلس توايس الفيرست تايمز السكند بلس b سكويرد. يبقى انا هاخد دول كلهم مع بعضيهم واسيب ده لوحده، تبقى كده بالظبط، تبقى a سكويرد بلس 2ab بلس الb سكويرد، الكلام ده ماينس مين؟ ماينس الc سكويرد. طب ده كله عبارة عن ايه؟ ده كله عبارة عن a بلس الb سكويرد ماينس الca سكويرد. بص معانا المنظر ده، ده لسون 4، ده difference between 2 squares، يبقى هيتحول معي على طول ل 2 brackets، واحد positive والتاني ايه؟ والتاني negative. طب هنا هيبقى a بلس الb بلس الc، وعندي هنا a بلس ال b ماينس ال a c. يبقى في المسائل اللي زي دي انا ما باخدش الكومون 3 تايمز، انا بحول المساله بطريقه معينه لليسون 3 وبعد كده بشتغلها ليسون ايه؟ ليسون 4. طيب نيجي نبص اللي تحتيها زيها بالظبط، انت عندك هنا 25x سكويرد نيجاتيف 10x، وعندك هنا ماينس y سكويرد. لا، عمر ده ما يخش مع ده خالص، لان لو هنا كان في x y اقول لك ناخد ده، لكن هنا ناخد ال 1، يعني هيبقى اكنها
25x squared minus 10x الكلام ده بلس مين؟ بلس ال 1 minus y squared. طب مين ده؟ ده اللي هو 5x minus مين؟ minus ال 1 squared. تعال نفكه كده يديني 25x squared اللي هو ال first squared minus عشان هنا في minus twice ال first times the second يبقى 10x plus the second squared اللي هو ايه؟ اللي هو 1. يبقى ده هيبقى عبارة عن كده 5x minus 1 squared minus y squared. تتحول معاك المسألة lesson 3 then lesson 4 difference between two squares هيديني 2 brackets 5x minus 1 minus y وعندي هنا 5x minus 1 plus mean plus y. problem 7 1 minus x squared minus 4xy minus 4y squared. وجود xy وجود x squared y squared يخليك على طول تشك ان في perfect square trinomials موجود فين في الثري ترمز دول. لكن انت عندك مشكله ان perfect square trinomials لازم الثيرد ترم يكون بوزيتيف ساين. انت عندكش عندك هنا النيجاتيف، النيجاتيف موجود هنا وموجود هنا. يبقى ده يقول لك ان انت هتاخد نيجاتيف ساين از كومن من هنا ومن هنا ومن هنا. يعني لما اجي اختارهم هقول مثلا ان هي 1 بلس نيجاتيف الاكس سكويرد ماينس ال 4xy ماينس ال 4y مين سكوير. انا حددت انا هشتغل مع مين. طيب هنا ناخد مين؟ هاخد نيجاتيف از كومن يبقى 1 ماينس اكس سكويرد بلس 4xy بلس 4 مين y سكويرد. لما تيجي تبص الروت هنا از ايه؟ از اكس. الروت هنا از ايه؟ از 2y. طب الميدل تيرم عباره عن فعلا توايس الفيرست تايمز السكند، وبالتالي ده ممكن يتكتب ازاي؟ ده ممكن يتكتب 1 ماينس اكس بلس 2a y سكوير. ليه بلس؟ عشان دي ايه؟ دي بلس. دي لو كانت نيجاتيف كنت هحط هنا نيجاتيف. وال1 احنا عارفين ان هو بيرفكت ايه؟ بيرفكت سكوير اللي هي هتيكوال معانا 1 بلس اكس بلس 2y و1 ماينس خد بالك بقى طالما في نيجاتيف هتخش على 2 تيرمز يبقى غير هنا وغير هنا يبقى ماينس اكس ماينس الايه؟ ال 2y. نيجي نشوف هنا عندي اكس سكويرد وعندي واي سكويرد وعندي هنا 4 واكس بلس 4 بس خد بالك ده كده. طب انا ممكن اشتغل ده ليسون 4 وممكن اخد ال 4 من هنا يبقى عندي اكس بلس واي وده لما اجي اعمل له فاكتورايزيشن هيطلع لي اكس بلس واي. يعني هناخد دول مع بعض كده اكس سكويرد ماينس واي سكويرد الكلام ده بلس 4 اكس بلس 4 مين 4 واي. طب ده يتفك لايه؟ ده يتفك لاكس بلس واي تايمز اكس ماينس الواي وهنا ناخد ال 4 يبقى بلس ال 4 وعندي هنا اكس بلس مين بلس الواي. ظهر عندي براكت زي البراكت ناخدهم بره يبقى هيديني اكس بلس الواي تايمز تايمز مين اكس ماينس الواي ويبقى هنا بلس مين بلس الفور. نيجي اللي بعديها عندي اكس سكويرد ماينس 5 اكس بلس 4 واي سكويرد. في عندي اكس سكويرد وواي سكويرد ولكن ما عنديش تيرم في اكس وواي وبالتالي انا بعدت كده عن ليسون 3. يبقى نفكر نشتغل بليسون 4 ناخد السكويرز دول ونلمهم بليسون 4 يبقى هاخد ده مع ده. يبقى انا عندي هنا اكس سكويرد ماينس ال 4 واي ايه سكويرد الكلام ده بلس بلس مين نيجاتيف 5 اكس بلس 10 ايه 10 واي. طب ده يتفك لايه؟ ده يتفك لاكس ماينس 2 واي واكس بلس 2 واي. طب هنا ممكن اخد نيجاتيف 5 از كومن يبقى معايا هنا اكس بلس مين 2y. يبقى انا عندي ده اخده مع مين؟ مع ده. يبقى انا عندي هنا x بلس 2y يبقى هنا x ماينس ال 2y واخد من هنا النيجاتيف الايه؟ نيجاتيف 5. بروبلم 10 في عندي x سكويرد وعندي y سكويرد وعندي ترم فيه x وy ده يخليني اتشجع ان انا اخد الترم ده مع الترم ده مع الترم ايه؟ مع الترم ده في براكت واحد. يبقى هنا اكنها 9x باور 2 ده الميدل تيرم بلس 6xy ده الثيرد تيرم بلس y سكويرد ودي لوحدها كده ماينس 4a سكويرد. طب ده اللي هو ايه؟ ده الروت بتاعه is 3x ده الروت بتاعه is ايه؟ is y. بالفعل السكند تيرم ده عباره عن توايس الفيرست تايمز السكند وبالتالي دي كلها تتفك تبقى ايه؟ تبقى 3x بلس y باور كام؟ باور 2. طب هنا هيبقى ماينس 4a سكويرد عندي سكويرنج وسكويرنج وديفرنس يبقى نسبه 4 ديفرنس بين تو سكويرز يبقى اخد ده مره مع ده بالبوزيتيف وده مره مع ده بالنيجاتيف يبقى 3x بلس الواي
ماينس ال 2a لان الروت بتاع 4a سكويرد ماينس 2a، وهنا 3x بلس الواي بلس الاي ال 2a. اللي بعديها لما نيجي نبص المساله دي، في عندي هنا x سكويرد، في عندي y سكويرد، الواي سكويرد داخل عليها x. طيب هل في ترم عندي في x وy؟ مفيش. طيب بص بعينك تلاقي في y هنا وعندك y هنا، او هنا في y. طب هنا في ايه وهنا في ايه؟ طب ناخد نجرب ناخد الايهات من هنا، يعني ناخد دول مع بعض وناخد دول مع بعض. يبقى انا عندي هنا 2x سكويرد y minus x y سكويرد، وهنا هيبقى بلس 2ax minus الاي y. طب ده عباره عن ايه؟ ده ممكن اخد x y as a common، اخد ال x y يبقى من هنا 2x هنا minus، لما اخد x y يبقى y، الكلام ده هيبقى بلس، ناخد مين؟ ناخد الاي، يبقى هنا 2x minus الاي بالواي، ناخد ده مع ده يبقى ال 2x minus الواي تايمز x y بلس مين؟ بلس الاي. طب نيجي نشوف هنا a b x سكويرد، وهنا عندي b x، وهنا عندي a x، وعندي ماينس ال 1. طب ما تيجي ناخد ده مع ده على طول، يبقى a b x سكويرد بلس ال b x بلس نيجاتيف ال a x ماينس مين؟ ماينس ال 1. هاخد هنا مين؟ هاخد ال b معاها x، يبقى b x يبقى معايا هنا ايه؟ a x بلس ال 1. وهنا اخد مين؟ اخد نيجاتيف، يبقى معايا a x بلس مين؟ بلس ال 1. ناخد ده مع ده يبقى ax بلس ال 1، يبقى معايا من الترم ده bx، ويبقى معايا من الترم ده نيجاتيف a نيجاتيف 1. exercise 3 factorize each of the following perfectly. a power 3 بلس a squared بلس a بلس 1. طيب عندك هنا a squared وهنا a power 3، طب ما تيجي ناخد نجرب ناخد a squared من هنا common، يعني هخلي ال a power 3 بلس ال a power 2 في براكت لوحدهم، يعني اعمل لهم هما الاثنين association لوحديهم، بلس a بلس مين؟ بلس ال 1. طب ناخد من هنا a squared، يبقى a squared as a common، يبقى معايا هنا a بلس مين؟ بلس ال 1. الكلام ده بلس ال a بلس مين؟ بلس ال 1. طب ما ناخد ال a بلس 1 و a بلس 1 common، يبقى عندي a بلس ال 1 الكلام ده تايمز a squared بلس مين؟ بلس ال 1. لو كان ده ماينس كنت هضطر افك مين؟ افك دول. طب نيجي اللي بعد كده، ناخد من هنا x squared ومن هنا x squared. طيب يبقى انا عندي هنا x هجمع دول مع بعض، الكلام ده بلس 6x minus ال 18. طب ناخد من هنا x squared، يبقى x minus ال 3 الكلام ده بلس، ناخد من هنا 6 يبقى x minus ال 3. طيب يبقى ده كده وده كده ناخدهم مع بعض، يبقى x minus 3 يبقى هنا x squared بلس ال بلس ال 6. طب نيجي اللي بعد كده، a باور 3 b باور 3 ده sum of two cubes، يعني ناخدهم مع بعض كده، وهنا بلس نيجاتيف a ماينس ال b، نيجاتيف a ماينس ال b اخد نيجاتيف as a common ونفك ده، ده اللي هو a بلس ال b تايمز a سكويرد ماينس ال a b بلس b سكويرد، الفكه بتاعت ده اللي هي ليسون 5. طب وهنا هيبقى نيجاتيف a بلس مين؟ بلس ال b. يبقى ممكن اخد ده كده وده كده من الايه من التو ترمز دول، يبقى معايا هنا a بلس ال b، وهنا كل ده يبقى معايا a سكويرد ماينس ال a b بلس ال b سكويرد، ولما اخد ده يبقى مكانه 1 يبقى هنا ماينس ال a ماينس ال 1. اللي بعد كده نفس الكلام، ناخد ال x سكويرد as a common من هنا، بس نضم الاول مين اللي هنشتغل عليهم نحطهم مع بعض، ناخد x سكويرد يبقى x بلس 2، وهنا ناخد نيجاتيف يبقى معايا x بلس مين؟ x بلس 2، ناخد ده وده يبقى x بلس 2، يبقى معايا هنا x سكويرد ماينس ال 1، ده يتفك، يبقى انا عندي هنا x بلس 2 وهنا x بلس 1 x ماينس مين؟ ماينس 1. اللي بعد كده تعال ناخد ال a باور 3 مع ال a باور 2، يبقى a باور 3 بلس a باور 2 بلس نيجاتيف 9a ماينس ال 9، ده اخد a سكويرد كومن يبقى معايا a بلس 1، هنا ناخد نيجاتيف 9 كومن يبقى معايا a بلس 1، ناخد ده مع ده يبقى a بلس 1 كومن
يبقى معايا من هنا a squared، يبقى معايا من هنا negative 9. ده difference between two squares، يبقى a plus 1 a minus 3 a plus 3. اللي بعد كده نفس الكلام، تعالى نشتغل على دول 3x power 3 plus 2x squared، الكلام ده plus 12x plus 8. ناخد من هنا x squared، يبقى معايا 3x plus مين plus 2. اخد من هنا 4، يبقى هنا 3x plus مين plus 2. ناخد ده وناخد ده، يبقى عندي 3x plus 2، يبقى معايا هنا x squared، يبقى معايا هنا plus a plus 4. وما ينفعش ده يتفك عشان ده ايه؟ ده summation مش difference. تعالوا نشوف مع بعضين exercise 7. عندي y power 3 plus 6 y squared plus 12 y plus 8. تعالوا نشوف لو هنشتغل زي ما كنا بنشتغل، ناخد y squared، اخد y squared، يبقى هنا معايا y plus 6، ويبقى هنا ممكن ناخد 4 يبقى plus 4، وعندي هنا هيبقى 3y plus 2. تيجي تبص تلاقي المسألة وقفت معاك. طيب يبقى انا لازم اغير التشويسز بتاعتي، بدل ما اخد التو ترمز دول اجرب تو ترمز تانيين. طب اقترح ايه؟ خد بالك ان انت الايت انت عارف من فتره ان هي 2 باور ايه؟ باور 3. يعني لو خدت الواي باور 3 والايت يبقى كده سام اوف 2 كيوبز. يبقى انا هجرب اخد واي باور 3 بلس الايت، الكلام ده بلس 6 واي سكويرد بلس 12 واي. طيب هنا دي تتفك معايا تبقى واي بلس 2 times y squared minus 2y plus 4. طب هنا هاخد 6y common، يبقى معايا هنا y، يبقى معايا هنا plus a 2. أفوجئ ان انا عندي ده وده استيل موجودين زي بعض، يبقى انا اخدهم common، يبقى هيديني y plus 2، يبقى معايا من هنا y squared minus 2y plus 4، ويبقى معايا هنا plus 6a 6y. النيجاتيف 2y وال 6y دول لايك تيرمز، لازم نعمل لهم كومباينيشن، يبقى هيديني y بلس 2 تايمز y سكويرد بلس 4y بلس مين بلس 4. طيب تعالى بص، ده انت عندك ده الروب بتاعه از y، وده الروب بتاعه از 2، والميدل تيرم توايز ده تايمز ده، يبقى ده عباره عن بيرفكت سكوير تراينوميالز، يعني هي ايكوال كيدز y بلس 2 تايمز y بلس 2 سكويرد. طيب اللي هتيكوال كام؟ اللي هتيكوال y plus 2 باور كام؟ باور 3. اللي بعديها تعال نجرب ناخد a باور 3 من هنا. احنا بتاخد انت كومونز وانت ماشي، لقيتها وقفت ابتدي غير التشويسز بتاعتك. طيب هنا هناخد ال a باور 4 minus 3 a باور 3، الكلام ده بلس نيجاتيف 15 a بلس 5 a سكويرد. هنا ناخد a، هنا يبقى انا عندي a باور 3 تايمز a minus 3. طب هنا ناخد negative 5a، لما اخد negative 5a يبقى معايا هنا 3 minus a minus a. تيجي تبص هنا وهنا محتاج تاخد negative من هنا بره، يبقى انا عندي a power 3 وعندي هنا a minus 3، هيبقى plus 5a، ونظبط دي ل a minus 3. ناخد a minus 3 common، يبقى a minus 3 times a باور 3 بلس 5a، اللي هي هتيكوال معايا الاتي. هنا ممكن اخد a as a common، يبقى a minus 3 واخد a من هنا، ويبقى معايا جوه a سكوير بلس مين بلس ال 5. طيب نيجي بعد كده تعالى ناخد a باور 5 مع a باور 2، يبقى a باور 5 minus 2a سكوير، الكلام ده بلس a باور 3 minus 2. طيب ناخد a باور 2 as a common، يبقى معايا a باور 3 minus 2 plus a باور 3 minus 2. ناخد ده common، يبقى a باور 3 minus 2. هنا يبقى مين؟ يبقى a squared. هنا يبقى مين؟ يبقى 1. طيب خلاص وقفت على كده. المسألة اللي بعد كده عندي y باور 3 و 8، يبقى ناخد دول مع بعض وناخد دول مع بعض، يبقى هنا x باور 2 y باور 3 بلس 8x سكويرد، الكلام ده بلس نيجاتيف y باور 3 ماينس 8. طيب هنا ناخد مين؟ ناخد ال x سكويرد كومون، يبقى هنا y باور 3 بلس 8. هنا ناخد نيجاتيف 1 كومون، يبقى y باور 3 بلس مين؟
بلس 8. ناخد واي باور 3 بلس 8 از كومون، يبقى واي باور 3 بلس 8 يتبقى معايا من هنا اكس سكويرد، نيجاتيف تنزل يتبقى من هنا 1. ده يتفك وده يتفك، يبقى هتيكوال معانا واي بلس 2 واي سكويرد ماينس 2 واي بلس 4، وعندي هنا اكس ماينس 1 وعندي هنا اكس بلس 1. نيجي اللي بعد كده، نمشي بنفس الطريقه، ناخد هنا الاثنين دول مع بعض والاثنين دول مع بعض، اكس باور 5 ماينس اكس باور 3 بلس نيجاتيف اكس سكويرد بلس 1. ناخد اكس باور 3 از كومون، يبقى معايا هنا اكس سكويرد ماينس 1. ناخد النيجاتيف 1 از كومون، يبقى معايا اكس سكويرد ماينس مين؟ ال1. ناخد دي من هنا ودي من هنا، يبقى اكس سكويرد ماينس ال1، وعندي هنا اكس باور 3 ويبقى هنا ماينس الايه ال1. ده يتفك وده يتفك، يبقى هتديني اكس ماينس 1 اكس بلس 1، هنا اكس ماينس 1 اكس سكويرد بلس الاكس بلس مين بلس ال1. ده زي ده. اوعى تقول لي بقى ناخدهم كومن بره، لا احنا كده وصلنا للنهايه، احنا هنضم ده مع ده، يعني هتيكوال كده اكس ماينس 1 سكويرد تايمز اكس بلس 1 تايمز اكس سكويرد بلس الاكس بلس مين بلس ال1. المسألة اللي بعد كده، أنا عندي هنا 4m باور 4 ماينس 9m سكويرد بلس 6 ماينس 1. لما تيجي تبص عندك هنا، عندك 6m ديت وعندك هنا 9، ال 9m سكويرد ممكن أخد لها روت، الروت اللي هو كام؟ اللي هو 3m. طب ما تيجي نسيب دي لوحديها كده 4m باور 4 واخد دول مع بعضيهم نيجاتيف 9m سكويرد بلس 6m ماينس 1. انا بحاول اوصل بده لبيرفكت سكوير تراينوميالز، اللي خلاني اتشجع لكده ايه؟ ان انا عارف ان ده 3 ام وده هيبقى توايس الايه ده تايمز ده. يعني لو قلت كده 4 ام باور 4 وخدت من هنا نيجاتيف 1 از ا كومون، يبقى هعكس كل الساينز دي، يبقى 9 ام سكويرد ماينس 6 ام بلس 1. الروت بتاع ده 3 ام، الروت بتاع ده از 1. الميدل تير بيحقق الكونديشن بتاع توايس روت الفيرست تايمز روت السكند، يبقى انا ممكن اعمل ده بالمنظر ده، اقول 4m باور 4 ماينس ده هيبقى 3m ماينس 1 سكويرد. طب مين دول؟ ده ديفرنس بين تو سكويرز، اللي هو هيديني الاتي، هيديني 2m سكويرد ماينس 3m ماينس 1. ده اول براكت. البراكت الثاني اللي هو 2m سكويرد بلس 3m ماينس 1. تعال نوزع النيجاتيف هنا وهنا، يبقى هيديني 2m سكويرد ماينس 3m بلس 1، وهنا 2m سكويرد بلس 3m ماينس 1. المنظر ده انا متعود عليه في ليسون 3. اسال نفسي ممكن يكون لي فاكتورز ولا لا؟ طيب تعال نجرب بسيطه، لان هنا 2m سكويرد يعني 2m تايمز m، وال1 يعني 1 و1، والبلس يعني نيجاتيف نيجاتيف. هل ده بيحقق الدياجونالز نيجاتيف 3 الصم بتاعهم؟ هنا نيجاتيف 2m ونيجاتيف m بالفعل، ده يشتغل معي ليه 2 فاكتورز، اللي هو هيكوال معي 2m minus 1 times m minus 1. طب ده هنا عندي هنا نيجاتيف، يبقى احط واحدة وواحدة، والديفرنس بينهم 3. اذا كانت انا اكبر واحدة عندي لو حطيت لها بوزيتيف هنا تبقى 2m، ازاي اوصل ل 3m؟ وبالتالي ده ما يتفكش، يبقى توقف معي 2m squared plus 3m minus 1. problem 3 121 x باور 4 ماينس الكلام ده، انا عارف ان 121 دي عباره عن 11 باور ايه؟ باور 2. طيب وده عندي باور 4 ماينس الترم ده، لو جيت تبص عليه اكس سكويرد واكس وفري تيرم، طب ده الروت بتاعه ايه؟ 10x. طب وده الروت بتاعه ايه؟ 1. ده توايس ده تايمز ده، وبالتالي يبقى كل ده بيرفكت سكوير ايه؟ تراينوميالز. واسيب ده لوحده، اللي هي هتبقى معايا 121x باور 4 بلس نيجاتيف 100x سكويرد ماينس 20x ماينس مين؟ ماينس 1، اللي هي هتيكوال 121x باور 4، اخد نيجاتيف كومون يبقى جوه 100x باور 2 بلس 20x بلس مين؟ بلس ال1، اللي هي هتيكوال معانا 121x باور 4 ماينس ده اللي هو 10x بلس مين؟ بلس ال1 سكويرد. ده هيبقى ديفرنس بين تو سكويرز، الروت بتاع ده ايه؟ 11x سكويرد، يبقى 11x سكويرد ماينس
ماينس البراكت ده يبقى هوزع على طول هنا يبقى ماينس 10x ماينس مين؟ ماينس 1. البراكت الثاني 11x squared بلس 10x بلس مين؟ بلس 1. المنظر ده واضح جدا شكل ليسون كام؟ ليسون 3. تعال نجرب هنا كده. ال 11 ما تجيش الا من 11x times x وال 1 ما تجيش الا من 1 times 1. طب انا عندي هنا بلس يبقى احط الاثنين بلس. طيب هنا 11 وكده 1 يبقى 12 يبقى ما ينفعش دي. طيب تعال نجرب ناخد لو هنا هنا ماينس وبلس والدياجونال بتاني يبقى لازم اخلي ده ماينس وهنا ايه وهنا بلس. طب تعالى كده نيجاتيف 11 وكده بلس اكس يبقى كده الديفرنس بينهم نيجاتيف 10 يبقى فعلا ده ينفع يتفك ده ومين وده يبقى هتيكوال معانا 11x بلس 1 تايمز x ماينس 1 وهنا هيبقى 11x سكويرد بلس 10x بلس مين بلس ال1. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي ريكتانجل هوز اريا مديني الاريا وبالاكسبريشن ده ومديني الويدز بيقول لي فايند اتس لينس ان تيرمز اوف اكس. انا عارف ان الاريا بتاع الترانجل ايكوال اللينس تايمز الويدز. الاريا بتيكوال اللينس تايمز الايه تايمز الويدز. طب هو عايز اللينس يبقى زين اللينس هيكوال الاريا ديفايدد مين الويدز اللي هي هتيكوال الاتي. الاريا عندي بكام؟ x باور 3 بلس 5x سكويرد بلس 3x بلس مين بلس 15. الويدز عندي x بلس مين x بلس 5. هعمل لده فاكتورايزيشن وواضح جدا ان هيديني فاكتور هطيره مع مين مع ده يبقى هتيكوال معايا الاتي. ناخد الاثنين دول مع بعض x واطلع منهم x سكويرد يبقى معايا x بلس مين x بلس 5. وهنا لما اخد ال 3 من هنا يبقى معايا جوه كام x بلس 5 ديفايدد x بلس 5. ناخد x بلس 5 كومون يبقى انا عندي هنا x بلس 5 هنا يبقى معايا جوه x سكويرد بلس مين 3 وتحت x بلس مين بلس 5 وهو ده المتوقع عشان ده تروح مع ده يبقى اللينس عندي ايكوال كام x سكويرد بلس 3. طيب بيقول لي عايز البريمتر لما ال x ب 2 يبقى اجيب اللينس والويدز لما الاكس بكام ب2 يبقى at x equal to then ال اللي عندي هتيكوال 2 squared plus 3 هتيكوال 4 plus 3 which is 7 والويدز عندي هيكوال الx plus 5 اللي هي عندي 2 plus 5 هيطلع كام هيطلع برضو 7 سنتيمتر. ده واضح ان هو سكوير مش ايه مش ريكتانجل لينس قد الويدز يبقى البريمتر بي هي ايكوال 4 تايمز ال ال which is 4 تايمز 7 اللي هي 28 سنتيمتر. المساله اللي بعديها في الاوبوزيت فيجر مديني الاريا بتاعت التريانجل بالاكسبريشن ده ومديني الالتيتيود الاي دي بيقول لي وات از ذا لينس اوف ذا بيز. انت عارف الاريا بتاعت التريانجل الاريا اوف تريانجل بتيكوال 1 اوفر 2 times AD times CB have the base times the height. ده معناه ان 1 over 2 times x power 3 plus 2x plus 2x squared plus 4 كلام ده هيكوال 1 over 2 times AD اللي هو x plus 2 times the base BC. ال 1 over 2 تروح مع ال 1 over 2. تعال نحاول نفك ده ناخد الاكس سكويرد من هنا وناخد ال2 من هنا يبقى يديني هنا اكس سكويرد من هنا ده مع ده يبقى اكس بلس 2 الكلام ده بلس اخد 2 من هنا ومن هنا ويبقى عندي هنا اكس بلس مين بلس 2 اللي هتيكوال معايا اكس بلس 2 تايمز البي سي اللي انا عايزها. طيب ناخد اكس بلس 2 از كومون يبقى الاكس بلس 2 يبقى معايا هنا x سكويرد بلس 2 الكلام ده هيكوال x بلس 2 تايمز البي مين البي سي ده يروح مع ده يبقى زين البي سي هتيكوال معايا x سكويرد بلس مين بلس 2 سنتيمتر. exercise 7 factorize each of the following perfectly. مديني هنا ادي تيرم وادي 2 تيرمز هنا اهو. طيب انا عندي هنا ممكن اخد ال 18x common من هنا ومن هنا يعني دي هتيكوال معايا كده 2x power 3 x plus 3
ناخد نيجاتيف 18 اكس از ا كومون، يبقى هنا معايا اكس، يبقى هنا معايا بلس مين؟ بلس 3. خلاص ناخد دي ودي كومون، يبقى هنا يبقى اكس بلس 3، وهنا يبقى 2 اكس باور 3، وعندي هنا نيجاتيف 18 اكس. طب في عندي هنا ممكن اخد 2 اكس كومون، يعني دي هت ايكوال معايا الاتي 2 اكس، ويبقى معايا اكس بلس 3. لما اخد 2 اكس من هنا يبقى اكس سكويرد ماينس مين؟ ماينس 9. الاقي ان اكس سكويرد ماينس 9 تتفك برضو، يبقى هت ايكوال معايا ال 2 اكس تايمز اكس بلس 3 تايمز اكس ماينس 3 تايمز اكس بلس مين؟ بلس 3. نضم ده مع ده، يبقى هت ايكوال معايا ال 2 اكس تايمز اكس بلس 3 سكويرد تايمز اكس ماينس الايه؟ اكس ماينس 3. نيجي اللي بعديها، لما تيجي تبص لده، ده difference between two a two squares. طب نخلي ده زي ما هو a و a plus ال 4b، هنا plus 2b minus 3، وعندي هنا 2b plus مين؟ plus 3. لما تيجي تبص هنا الاكسبريشن ده كله تلاقي نفسك مش هينفع تاخد كومون لا من هنا ولا من هنا، يبقى انا ماشي غلط. يبقى احنا نرجع نغير الايه السيكونس بتاعنا. طب انا اعمل ايه؟ ما قداميش ان انا اعمل ديستريبيوشن للايه هنا وهنا، يعني همشي كده هقول كده، يعني طبعا الخطوه دي كده لا، يبقى هقول a سكويرد الكلام ده بلس 4ab بلس 4b سكويرد نيجاتيف a 9. لما تيجي تبص هنا اه المنظر ده انا متعود عليه، اللي هو الايه البيرفكت سكوير تراينوميالز، ده الروب بتاعه ايه؟ ده الروب بتاعه 2b، ده محقق توايز ده تايمز ده، يعني هيكوال معايا ال a بلس 2b سكويرد ماينس مين؟ ماينس ال 9. اصبح ديفرنس بين تو سكويرز اللي هتيكوال معايا a بلس 2b ماينس 3 تايمز a بلس 2b بلس مين؟ بلس 3. اللي بعديها، لما نيجي نبص المساله دي نلاقي ان ال a باور 3 ماينس 4b باور 3 ما ينفعش اعتبرها ديفرنس بين تو كيوبز عشان ال 4 ملهاش كيوبك روت، وبالتالي انا مضطر ادخل ال a b هنا وهنا، يعني هتبقى a باور 3 ماينس ال 4 b باور 3 بلس a سكويرد b ماينس 4 a b سكويرد. واجي ابص هنا بقى احاول اكتشف هل انا ممكن اطلع من هنا بايه. تعالوا حاولنا ناخد ده مع ده كده، يبقى انا عندي هنا a باور 3 بلس a سكويرد b الكلام ده بلس نيجاتيف 4 b باور 3 ماينس 4 a b سكويرد. هل هنوصل لحاجه؟ هنشوف. هنا يبقى a سكويرد يبقى معايا a بلس ال b. طيب اخد من هنا ايه؟ اخد نيجاتيف 4 b سكويرد، يبقى من هنا b، ويبقى من هنا a. طيب ده زي ده، يبقى هيديني a بلس ال b، هنا يبقى a سكويرد، هنا يبقى ماينس ال 4 b a سكويرد. difference between two squares، يبقى عندي a بلس ال b، وهنا يبقى a minus 2b times a plus 2b. اللي بعديها، عندي كام ترم هنا؟ انا عندي هنا ادي ترم وادي another ترم وادي هنا 2 terms. طيب انا عندي هنا b minus 5 جاهزة لي، طب تعال نجرب ناخد b minus 5 من هنا. لو خدت b minus 5 يبقى معايا a squared minus 7a. ممكن اخد برضك من هنا ايه؟ طب تعال نشوف هنا ال 90 عباره عن ال 18 تايمز 5، يبقى ممكن اخد الايه؟ ال 18 كلها كومن، يبقى نيجاتيف ال 18 هنا تايمز، يديني هنا بي ماينس الايه؟ ال 5، لان انا واخد نيجاتيف. تلاحظ ان البي ماينس 5 ظاهره هنا وظاهره هنا، ناخدها هما الاثنين كومن، يبقى بي ماينس ال 5، يبقى معايا هنا مين؟ يبقى معايا a سكويرد ماينس 7a ماينس كام؟ ماينس ال 18. طيب تعالى نشوف دي ينفع تتفك ولا لا؟ يبقى هنا b ماينس ال 5، هل هنا ينفع تتفك؟ عندي a و a وبوزيتيف نيجاتيف، a تايمز a يديني ال 18 والديفرنس 7، واضح ان هي 2 تايمز 9، يبقى ال 9 هنا وال 2 a وال 2 هنا. اكسرسايز 8 فاكتورايز each of the following perfectly. انا عندي x سكويرد نيجاتيف 4 اكس واي، وعندي x و 2 y و 4 y سكويرد. طيب ال x و y ده يخليني اشك ان انا هاخد ده وده مع بعضيهم، لان انا عندي هنا اكس سكويرد واي سكويرد، روت ده اكس روت ده 2 واي، ده محقق معايا الميدل تيرم، يبقى ناخد ده وده وده مع بعضيهم، يبقى هقول كده اكس سكويرد ماينس 4 اكس واي
بلس 4y سكويرز. الكلام ده بلس بلس مين؟ بلس x ماينس 2a 2y. تعال نفك دول، ده يديني ايه؟ ده يديني x ماينس 2y سكويرد. الكلام ده بلس x ماينس 2y. طب ناخد واحد من هنا، يبقى هيكوال معايا x ماينس 2y. لما اخد x ماينس 2y من السكورينج ده يبقى لي منه واحد، يبقى x ماينس الايه 2y، وهنا لما اخده يبقى لي بلس مين؟ بلس ال1. اللي بعديها عندي 3x سكويرد نيجاتيف 15x، وعندي هنا x y بس ما عنديش y سكويرد، يبقى جنب ده لوحده شويه. طب تعالى ناخد ان هنا ال 3 مع ال 15 مع ال 27، ناخد المجموعه دي مع بعضيها كده، يبقى 3x سكويرد ماينس 15x ماينس 72. الكلام ده بلس نيجاتيف x y بلس 8 y. طب تعالى ناخد ال 3 كومن، يبقى x سكويرد ماينس 5x ماينس 7 ديفايد 3 از 2، ويبقى هنا 1 يبقى 24، وهنا ناخد نيجاتيف y كومن يبقى معايا x a x ماينس 8. طيب انا متوقع ان يطلع لي من هنا x ماينس 8 علشان اخده كومن مع ده. طب تعالى نجرب، يبقى هيديني 3 هنا، هيبقى x و x نيجاتيف، يعني واحده بوزيتيف واحده نيجاتيف، 8 تايمز 8 يديني 24 والديفرنس 5، طبعا واضح ان هي 8 تايمز 3، وال8 مع النيجاتيف يبقى هنا ال8 وهنا الايه ال3. الكلام ده ماينس y تايمز x ماينس الايه ال8. ناخد دي من هنا ومن هنا، يبقى يديني x ماينس ال8 الكلام ده تايمز 3 x بلس 3، ويبقى من هنا ماينس مين؟ ماينس الواي. تعال نوضب دي كده، يبقى هنا x ماينس ال8 تايمز هيبقى 3x بلس 9 ماينس مين؟ ماينس الواي. نيجي اللي بعديها، a باور 3 بلس ال a ماينس 2. المساله دي شكلها غريب جدا، ولازم يكون حد معرفك الفكره بتاعتها. هنا انا النيجاتيف 2 ديت انا هعتبر ان هي نيجاتيف 1 ماينس ال 1، يعني المساله دي عباره عن a باور 3 بلس ال a ماينس 1 ماينس مين؟ 1، واخد ده مع ده واخد ده مع ده، يعني هتبقى معايا a باور 3 ماينس 1 بلس a ماينس مين؟ a ماينس 1. تعال نفك ده، يبقى a ماينس 1 تايمز a سكويرد بلس ال a بلس ال 1، الكلام ده بلس a ماينس 1. ناخد a ماينس 1 كومن، يبقى معايا من هنا a سكويرد بلس ال a بلس ال 1، ويبقى معايا من هنا 1 اللي هو بلس انذر 1، يبقى هنا هتيكوال مع a ماينس 1، وهنا a سكويرد بلس ال a بلس مين؟ بلس 2. طب a سكويرد بلس a بلس 2 ليها فكه؟ لا ملهاش فكه، يبقى المساله هتخلص معايا على كده. طيب نيجي هنا، المساله دي نفس الفكره بتاعت فوق. طب انا لو خليت ال 4 هنا بلس 2 بلس 2، طبعا ال a باور 3 بلس 2 ما عملتش حاجه، a سكويرد بلس 2 ما عملتش حاجه، وبالتالي انا هحاول اظهر ال 8، هقول والله ان البلس 4 دي عباره عن ال 8 ماينس مين؟ ماينس ال 4، واقدر اخد ده مع ده ويتحقق معايا sum of two cubes، واخد ده مع ده difference between two، يبقى دي هتيكوال مع a باور 3 بلس a سكويرد بلس ال 8 ماينس ال 4. ناخد ده مع ده وناخد ده مع ده، يبقى هنا a باور 3 بلس ال 8 الكلام ده بلس a سكويرد ماينس ال 4، دي اللي هتيكوال معايا هنا هيبقى a بلس 2، وهنا هيبقى a سكويرد ماينس 2a بلس ال 4، وعندي هنا هيبقى بلس a ماينس 2 و a بلس 2. ناخد a بلس 2، يبقى هنا معايا a سكويرد ماينس 2a بلس ال 4، وهنا يبقى معايا بلس a ماينس 2 اللي هي a بلس 2، هنا يبقى a سكويرد ماينس 2a و a يبقى ماينس ال a بلس 4 وماينس 2 اللي هي بلس ال a بلس ال 2. a تايمز a يديني 2 والسم يديني 1، مستحيل تيجي معاك، يبقى هتقف معاك المساله على ايه؟ على كده. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 6. ليسون 6 من الدروس المهمه جدا، عشان تعرف تحل فيه كويس لازم تكون قوي جدا في الدروس الاولانيه، وبالتوفيق ان شاء الله.